وللمزيد أيضا حول تصريحات الرئيس السيسي اليوم معنا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. بعد التحية، تصريحات الرئيس السيسي اليوم فيما يتعلق بالأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية، وأيضا كان هناك بعض الرسائل التي وجهها الرئيس للداخل والخارج من خلال اليوم، كيف قرأت ذلك؟ طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه جد تاكيده لخطوط مصر وخرائط امنها القومي وقدراتها وتحركاتها فيما يجري وموقفها مما يجري واهدافها سعيها منذ اللحظات الاولى للازمه في تاكيد السعي لوقف اطلاق النار، وهناك هدف اخر تدفق المساعدات على شعب غزة، أهالينا في غزة الذين يعانون منذ 7 من أكتوبر من حصار ومنع للوقود والكهرباء والمياه وغيره. وطبعا الرئيس كان حريص جدا على التأكيد أنه مصر بتمتلك القوة لحماية أمنها القومي وتتعامل مع الظروف المحيطة بحكمة، ورغم امتلاكها وامتلاك القوات المسلحة المصرية لقدرات هائلة إلا أنه الجيش المصري يبني ويصون ويحمي ولا يعتدي، وأن امتلاك القوة هدفه الدفاع عن النفس صحيح. وحماية البلد وحماية الأمن القومي، وأنه الدولة المصرية اعتادت التصرف بعقل وصبر وحكمة، ودائما بيشرح أنه على الدولة ألا تخضع للغضب أو تستسلم للحماسة أو أوهام القوة بما قد يدفع إلى قرارات غير مدروسة، وأن هدف الدولة المصرية دائما هو الحفاظ على الأرض، والجيش المصري بقوته وبمكانته وقدراته وكفاءته هدفه حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز صحيح. طبعا الرئيس كان بيتفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث زي رسائله بالضبط اللي الحقيقية أنه مصر قوة كبيرة لكنها قوة رشيدة تحمي ولا تهدد وتسعى سياسيا إلى مسارات سياسية وإلى وقف التصعيد ووقف العنف في غزة صح. واحتواء التصعيد وإدغال المساعدات للقطاع وحل القضية الفلسطينية هو الهدف الرئيسي اللي دايما الرئيس بيؤكد عليه، وأظن أنه يمكن الكلام اللي هو الموقف اللي أخذته مصر وقمة القاهرة للسلام وشرح مصر المفصل بتفاصيل كثيرة فيما يتعلق به القضية وأهمية حل الدولتين ورفض التصفية أثر بشكل كبير وانعكس بالرغم حتى من لدى الدول التي تنحاز إلى العدوان الإسرائيلي، فكل الدول تقريبا اتفقت على إدخال المساعدات، هناك تبني لحل الدولتين، هناك حديث بعيد استبعد الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية أو ترحيل الفلسطينيين إلى مصر أو أي جهة، وانه الحل بالفعل هو حل الدولتين، خاصه وانه حقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر يتحدث من نقطه معلومات واطلاع واضح وتواصل مع كافه القوى الاقليميه والدوليه والعربيه بالشكل اللي بتحظى فيه الدوله المصريه بثقه كبيره جدا الحقيقه اقليميا ودوليا، بدليل انها تمكنت خلال 5 جولات سابقه من الصراع من التدخل والمبادرات المصرية كانت هي القادرة على احتواء الصراع والقبول من كافة الأطراف. طيب يمكن حضرتك يعني سمعنا جميعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يحذر من الغضب وأن القوات المسلحة المصرية هي قوة رشيدة وشريفة لا تتدخل في حدود أحد ولكنها تحافظ على حدودها فقط. طبعا الحقيقه انه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يضع خطوط حمراء واضحه حول التفاصيل، انه امتلاك القوه لا يعني التهديد، لكن امتلاك القوه ايضا يعني القدره على حمايه الامن القومي ووضع خطوط حمراء لا تتخطاها الاطراف الاخرى زي ما حصل في الغرب او بيحصل في الشرق او غيره، انه امننا القومي ما هوش مجال للكلام او التفاوض، واحنا كمان كاطراف شريفه بنتقدم دائما بمساعي ومجهود لوقف الصراع والدفع نحو مسارات سياسية. ده الحقيقة سياسة مصر الدائمة فيما يتعلق بكل القضايا وخاصة قضية فلسطين وقضية العدوان على غزة التي تجري الآن، والحقيقة أن الجهود المصرية زي ما أنا أشرت أثمرت بدرجة كبيرة وساهمت في أنه أطراف كثيرة تفهم أصل القضية وأهمية
ألا يتسع الصراع ليتحول إلى صراع إقليمي أو دولي. كمان الحقيقة كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التعامل بصبر وعدم الاندفاع للغضب أو الانتقام، وأيضا إشارة هو واضحة إلى أطراف إقليمية، وإلى ممكن يبقى إحنا شايفين إنه في جزء كبير من هذا العدوان يندفع بالانتقام ولم يحقق أهداف. صحيح. يمكن شدد أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن التسلح بالعلم والمعرفة والإيمان هو السبب الرئيسي في أنها يعني جيش مصر هي قوة لا تقهر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، شكرا جزيلا لك، كنت معنا هاتفيا.